ماريا وين؟ ماريا مع موسى، هلا هو بوصلها على البيت. ماريا ليش تطلع مع موسى؟ والله ما بعرف، رح تجنني هالبنت. هاي ليه قاعدين هون؟ موسى مشى؟
ايه وصلني وراح. خلاص يا لانا خليكم اروح. طب انتبه على حالك ان شاء الله. ما تنسى التلفن اللي تطمني ان شاء الله. شو في شو في شو صاير؟ عشو اللي خلقتك بوجهي هلا؟ ديما خلاص ماريا هلا بنحكي بالبيت. شو هالبنت هيدي؟ عشو معصبة يعني؟ تعشيتي؟ لا ما اكلت بس طالع عبالي ايس كريم. ايس كريم؟ بكره بتاكلي ايس كريم؟ ما كل النهار عبالي ايس كريم. يا الله انا على الغنج. يا عبود بتعمل ايه هنا لغايه دلوقتي؟ قاعد اقرا الكتاب. طب ما روحتش ليه؟ الباصات كلها مشيت. ناطر اخوي فهد يمرني. اشمعنى اليوم يعني؟ ما انت مرات بتركب الباص ومرات بتروح ماشي. انا احب التغيير. الكتاب ده مكرر عليك ولا حاجه تانية؟ لا لا هذا مو مقرر علي بس تدري بعد انا مطلع واحب اقرا. يا ريتني زيك كده وانا صغير كان زماني دكتور ولا مهندس. والله خليك حارس وايد احسن لك. يا شايف ادري شو تراكم ينني يبا سابع مره احط لك نفس المسرحيه وتضحك عليها نفس الضحك. كيف يا انا مالك شغل فيني؟ الحلج حلجي ولا حلجك؟ حلجك خلاص. زين الحين ايش قلت؟ ايش قلت على موضوعي؟ بتزوج؟ قررت على الزواج؟ ايه حلوه والله زين زين بالبركه ان شاء الله. باكر اذا تزوجتها وبتروح العرس ركبتها على السيكل والمطر يطق عليكم توصلها العرس ولا تنقط معي؟ فيك انت سالفتك؟ مره تقولي تبيني انا قطك ومره تقول ربعك حاجزين لك مكان بالباص. شو انت بالضبط فهمني؟ تبي الصدق انا مليت من البيت. ليش فيك؟ وين تبي تروح؟ ودني اشتري برد. تشتري برد؟ اول مره تبيها الطلب هذا. شو صاير معك؟ تبي الصدق انا قعدت مع حارس المدرسه وقال لي لا تكبر على الناس انت نفسهم. وعجبك كلامه؟ ترى مو بس انا يعني اكل برد حتى انت. عادي مو عيب من قالك. تبي نروح نشتري برد الحين انا وياك؟ اي يلا. تدلل شو عبودي عندي انا؟ تامرني يا العبود. الحين نروح نشتري برد. شوفي الحلوين هول. هلا فقتي دغري ظاهره؟ عبالي بوزه بدي اروح اكل بالمول. خديني معك. ارتاحي انت اليوم شوي. زعلانة مني؟ انا ما قلي غيرك وهالبيبي اللي بطنك. ما تزعلي مني. بتعرفي شو مشكلتك؟ انك كل يوم بوجه، كل يوم شخصية. امتى رح تكوني ماريا انت؟ ايه بس حلو التغيير. لا بتعرفي؟ هي أول مرة بقوم من النوم وبيكون في شخص بحياتي عم فكر فيه. موسى مريض. عادي بس صادق كتير بخوفني مرات ولا مرة بحس معه بالأمان بس هيدا الشي اللي بخليني أفكر فيه على طول. قومي قومي روح احكي لبوزة يلا.
أنا تعبان تعبان وما أقدر أرتاح إلا لما أعرف من هو اللي حرق الخيمة. أسيل ولا أحد معاها؟ تبي بنتك ترجع البيت؟ البيت شحنت البيت بلا هلا شحنت البيت اللي راحوا منه اهلك واحبابك يصير مثل الخرابه وحش والله اني اتفزز طول الليل والنهار واسمع احسهم بكل مكان هني وهناك ما مصدق انهم خلوني راحوا شلون تبيني اصدق لازم تصدق كل شيء لازم تصدقني ان انا اللي حركت الخيمه وسيل انا اللي حركت الخيمه رحت لهم قعدت معاهم ما صدقوني التأسيل شفتها قبل حرق الخيمه وقلت لها انت ما تقدرين تحرقين شيء لانك محترقه من الداخل تجي معاي وين انت بس تعال معاي ولي يرحم والديك ويصير خير ايش قلت البس نعولي وجيك يلا انطرك هذا المكان اللي أحب أوقف فيه. شكلك وايد غير برا المستشفى. وأنت شكلك وايد أحلى برا المستشفى. شكلي؟ شكلك وقفتك. بس الحين أبي أسمع كلامك. صعب الواحد وهو قاعد على البحر يقول أي كلمة هني صمت أنا وايدة واقفة ساكتة هني بس قلت لك أبي أسمع كلام كلام ما قلته من يوم ما دخلت المستشفى بعد أسبوع بيكون المبلغ جاهز بشتري منك البيت دينار؟ لا ربع دينار يبا تدري شلون ما ابي الفلوس بس اخذوا البيت بس لازم ورقة مبايعة تبيع سيارتك سيارتي وايد غالية البيت اغلى على الاقل البيت في ريحة الوالد الله يرحمه وكل شيء كان يحبه انت وايد طيب ومسكين
أبسألك أنت بروحك في البيت ولا معك أحد؟ عزيزة بنتك وأختك؟ زوجتي من سنين وإحنا مع بعض كنت أقول لها كل شيء وكانت تصدقني دائما، بس هالمرة ما صدقتني، تقول لي مستحيل أنك أنت حركت الخيمة. يعني أنا بسألك أنت ليش تتبلع على روحك وتقول لها كلام ما أنت صدق وأنت تدري أن اللي حرق الخيمة هي أسيل وكاهي بالسجن، لا ليلها ليل ولا نهارها نهار، تعبانة نفسيا وصحيا وكل يوم وترك مودين هالمستشفى. عينا حالتها صعبة. يا سيد طلعت من حياتي ومن بيتي ومن مكانها. علينا أسيل حياتها الحين تنام بالسجن وتقعد بالسجن. سيلا أروح لها السجن أزورها. يا موسى أنا ما جيت إلا علشان أخذك معي. أنا أختار اليوم اللي أشوف فيه أسيل. لا ما يصير. لازم تصير معي ولا ما يدخلونك. هيا أروح لها بروحك. ذبحتنا خلوها بالحوض بروحها، خلوها بالحوض بروحها، توفت. أنا إيش قاعد يصير معي؟ ليش كل شيء قاعد أحبه قاعد يروح مني فجأة؟ والله أنا يعني ودي أصير مثل اللي اسمتها الزينة. سميشتي الصفرة، لا شايلة هموم ولا شيء. تبي تصير سمكة ها؟ أنا أحقق لكم نيتك، اعتبر هذا الحوض حوضك. اسمع، الحوض هذا خلنا نفضيه، ما بي فيه ولا سمكة ها؟ أي قلب تبي يسمع لك؟ هو ما يبي يصدق اللي صار. ولد وبنت ماتوا له، والثالثة بالسجن. أنت ليش مو راضي تفهم إنه صار وحيد بالدنيا؟ حتى أنت وحيدة بالدنيا. عمري ما كنت وحيدة بالدنيا. البيت صار لسنين ما طلعت منه، بس قدرت أزرع فيه الحب والفرح والأمل. صرت أحس إن أنا أقدر أشوف الدنيا أكثر منك. كلامك بس حلو. أنت ترجع كل يوم مهزوم من الشارع، تعبان من الليوه، ما تحس بالأمان، طول وقتك خواف. لو أنا وهالبيت انتهينا من حياتك بتعيش بالخوف طول عمرك. لو فكرنا أنا وانتي نطير نربط كل شيء معانا، تلفزيون، طاولة، باب، الدريشة، كل هذا نربطه ببالونات. رح يجي اليوم اللي نطير لحظتها بوقف انا معاك عند الدريشه ونشوف كل شيء تحتنا، نشوفهم من فوق من تحت، واحنا فوق نكون احنا فوق فوق.
انت وابوك نفس الشيء، تجمعون فلوس وما تعطون احد فلس حمك. هاك هذه. لا والله عطها بحلجك، تبي تعطيني اياها؟ لا مشكور. ودي اصير نفس سوبرمان بطل. انت بتصير بطل؟ اي عادي، انا بطل اصلا. بطل ينقذ العالم. لا استغرب، الحين ينزل سوبرمان وانا وياه نروح ننقذ العالم. عادي حتى انا. انت؟ اي انا. انت بتنقذ العالم وتطير. ينقذ العالم واطير. شلونك انت؟ زين. صدقك انت تتكلم ولا تغشمر؟ اي كيفي عادي. كل هذا عشان ما اعطيتك علاوة؟ الحمد لله والشكر. ما انا عارف وين اروح، احس اني تعودت على المستشفى وعلى الغرف اللي هناك والممرات. انا نفسك ما كنت عارف الا مكانين، المستشفى والبحر. صحيح غير، صرت اروح حق رغد وازور خالتها عزيزه. ابيك تعلميني احب الاماكن مثل ما خليتيني احب نفسي. وانا ابيك تعلمني أكتب كلام حلو مثل اللي كتبته بالرسالة. كم مرة قريت الرسالة؟ 1000 مرة يمكن. 1000 مرة؟ أعطيني الرسالة. لا خلها عندي. أعطيني إياها وأوعدك أكتب لك أحلى منها 1000000 مرة. يبيها. أخيراً خليتك تجي على محل أنا بدي. من زمان ما طلعت، من زمان ما جيت مثل هالأماك. حتى الناس اللي هني ما يشبهون الناس اللي برا. بعرف، بس حلو هالمحل، لازم تروح على محلات جديدة. بس مردنا للشارع. طلبت لك تركش كافي. أنا أشرب مي. هيدي مي. شربتي منه؟ ليش تجوزت عزيز؟ علشان لونها. ما فهمت. أنا وعزيزة أهل، بس أبوها أسمر وأنا أمي بيضة. زوج تقليدي عادي. بتحبه؟ سنين وأنا وياها، تميت بعدها بعيد عنها سنوات طويلة مع الغزو وبعد الغزو. تميت سنين أشوفها ويها بويهي نطالع بعض. بس اليوم اللي أنا عارفة أن أنا ما أقدر أستغني عنها. هاي أول مرة بسمعك عم تحكي عن الحب. هذه آخر مرة الحب فيني يتكلم، لأنه من زمان مات. تعرف بحب العالم تطلع فيه لما أكون معك، بحس عم بقوله بينهم وبين حالهم هيدا أكيد بنته. أنا
تحبين الناس؟ بالنهاية عايشة بيناتهم. وبالنهاية ضايعين بيناتهم. بطلب لك عصير؟ المكان يزعجني. بمشي. طيب رح ادفع الحساب ومنروح. جوا دكتورة. هلا والله. هلا عفاف. دكتورة مريم تبي تطلع؟ كل صحتها ما تسمح. ما علي، بس هي الحين مو قادرة تتحمل ولا شيء. ما أدري ليش أحس مريم وراها قصة. أنا ما أعرفها من زمان، يعني من فترة بسيطة بس صرت صفيجتها. شلون؟ ماكو. خطيبي مشعل يصير أخوها. مشعل؟ مشعل أخوها ولا زوجها؟ لا أخوها. ما أدري، متأسفة، أنا ما أدري ليش عبالي زوجها. إنزين أنا رايحت لها، بتين ولا؟ لا أنا عندي مكالمة أخلصها وياكم. أوكي. شوي انا قاعد امشي. لا شوي يا ولا ايش فيك انت بقى؟ انت ايش فيك؟ شوي عد تعال. اوف. وين صاحبك؟ يبا كان صابط ورا الحنيه. وليش نطلعنا الحين ماسكين اتيال؟ والله تنرفز انت. يبا ايش فيك انت؟ الحين يوصل. ها الحمد لله. حركاتك تنرفز والله. ليتك مثل عبود. وقت انت عبود مالك ترى مو وقت عبد الرحمن والديك. صدقني انت تتعب. ايه وغد. ايه واثق من نفسي ومنها؟ ما ادري. كل الكلام قبل كان يقول لنا ربعنا تذكره اللي كنا نضحك ونقول هذا حكي افلام كله قام يصير فينا الحين. من اول ما شفتها يا اخي كل الكلام كنت اسمعه صار معي. طلع صدق كذي الحب صدق. انت تدري شنو حالتك بالضبط؟ ايه بالضبط. ايه شفت الحوض اللي احنا ماسكينه؟ هذه حالتك. انت انسان فاضي على فكره. ها على هذا. ايه فاضي. صاحبك وين انت؟ لا صاحبك وين؟ طلعني طيحت حظي. وين صاحبك يا حبيبي؟ صافط ورا الحين. ايش فيك انت؟ لا تيشون. اذا مو عاجبك ديش داخل. لا خلاص وقفنا. ايش داخل الحين؟ تقول ديش داخل بعد ما مو هذا. والله كنا طول. ها تعبت من السريره. ابي كرسي. ابو لي كرسي اقعد. ولا يهمك باكر اخليهم يحطونك على الكرسي ويمشونك شويه بالممر. انا اقدر امشيها. اي بس لازم معاها ممرضه. بس انا مليت من الغرفه ابي اطلع بشوف الشمس. مريم حبيبتي انا بروح الحين وبرجع بالليل. انا ابيك شوي قاعدي. انا ترخص. زوجي مشعل بسرعة. انتي بس قومي لنا بالسلامة وان شاء الله بعدين نتكلم كل المواضيع. انا بخير ما فيني شيء. مريم انا ضايعة.
حجوج، لا تضغطين علي أكثر. هذا شكلك؟ هذا مطعمكم؟ شكلك وايد جوعان. لا بس ما شاء الله عجبني. زين قولي لي الحين السيارة بكم مسيومة؟ سيارة نظيفة مالت اخوي، واخوي رايح يدرس دكتوراه. دكتوراه وعنده زد؟ اخوك جو عجيب بصراحة. زين قولي لي الحين بكم مسيومة؟ اخر سعر كم؟ سيارة نظيفة وما فيها عيب. بس بصراحة انا ما عندي غير 4. ايش رايك تبادلني بسيكلك؟ شكله عجبك ها؟ خلاص يبا السيكل وراعي السيكل تحت امرك اللي تامرين فيه. هو اخر شيء ابيها ب6، ايش رايك؟ هاي 6 على زد موديل 79. 6 ما ادري، 6 مع غدا عندكم بالمطعم يمكن يمشي. ايش رايك اذا تعطيني رقمك وانا اتفاهم معاه؟ خلاص تم، حاضر. بس بصراحه يعني مثل ما قلت لك انا ما عندي غير 4، مع ان السياره وايد عجبتني وايد حبيتها، وحبيت لهجتك وحبيت مطعمكم بعد. خلاص انا بشوف معه وبرد عليك. مطعمكم شكله وايد غالي. تعال. أدري فيك ما تحب التفاح، تحب الهمبرجر مو كذي؟ يا البطل شايف الزبالة اللي هناك؟ ما كليت التفاح كله وخاص بعض اذنك. ايش تضحك؟ انت نفس الرسم متحركات عضل لون. طلع تفاحك قدامي. فيك
قالوا لي انك تبي تطلعين. كلنا ناطرينك. نوره وانا. من يوم الحدث وأنا ما قادر أنسى شيء. أحس كل شيء حولي فقدته. صرت أشتاق لك. أشتاق أشوفك بالبيت. أشتاق أشوفك مع نورة. حتى وأنتي على الكرسي. صرت أشتاق لك. لو قلت لي هالكلام بعد الحادث الأول وأنا كنت حاسة يمكن أصدقك. بس الحين بعد ما احترقت مستحيل أصدقك وما أبي أصدقك. مستعد أسوي أي شيء تبينه وأي شيء يضايقك ما راح أسويه. أنت وايد تأخر. من واقف عندك وعندي مريم. في شخص ثالث انت نسيته. صرت احبه اكثر منك. انسي عفاف. لعبت على بنت والحين تبي تخليها. انا ما بيني وبينها شيء. قلت حق البنت إني أختك وخليتها تحبك وتقول ما بيننا شيء. راح أنهي كل شيء. أنت انتهيت مشعل. طول الليل كنت أشوفك من يوم الحادث. عيني ما أخرت عنك ولا دقيقة. حتى أول حادث طول الليل كانت عينك علي. كل شيء قاعد يتكرر. تزوج عفاف. قل لها اني زوجتك. لا تعيش البنت بجذبه.